استماع زي اتماع يمزران العفو يمزران نتبادو تينو غير يوتوب اواش راكم بروكا اواش ريم باركين انساتي سيداتي سادتي مشاهدي قناتي على اليوتيوب، عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. أريد مرة أخرى أن ألتقي معكم عبر هذا الفيديو حول أهرامات الشعر والغناء الأمازيغي السوسي، وفي شريط للسهرة التقى فيها عدد من نجوم الفن الأمازيغي فن الرويس على، وخاصة هرمين كبيرين، رغم أنه هناك ثلاثة شعراء من ضمن هؤلاء الأهرام، أي قلت هناك هرمين ألا وهما الفنان الراحل والشاعر الكبير الرئيس الحاج محمد البنسير أو الدمسيري ورفيقه في الشعر والغناء وليس في الفن، لأن الثاني مهاجر في الديار الفرنسية ولا يزال على قيد الحياة بارك الله في عمره، ألا وهو الحاج إبراهيم بيهتي. كما التقى هذان الفنانان مع الشاعر الكبير أطال الله بقاءه كذلك وبارك في عمره، الذي ساهم في الساحة الفنية الأمازيغية السوسية بكتابات شعره لعدة الرئيسات والرئيس، ألا وهو الشاعر الكبير الرئيس الحاج أحمد الريح. إلا أن هذا الشريط رغم أنهم شاركوا فيه كلهم، إلا أن الشريط لا يحتوي إلا على أغنيتين، أغنية للشاعر الكبير الفنان الرئيس الحاج محمد البنسير، والأخرى للشاعر والرئيس الحاج إبراهيم بهتي. التقيا في أواخر السبعينات أو أوائل الثمانينات إن لم تخني الذاكرة، عند أحد ممثلي شركة تأمين بأيت ملول وهو ابن شتوكا. قلت في إحدى مناسباته بقبيلة شتوكا، وهذه حيث تغنى فيها الفنان الكبير الحاج محمد الدمسيري بقصيدة اختلط أو أمزج فيها الشعر، شعر الغزل والشعر شعر حول الهوية الأمازيغية، وما هو سياسي وما هو نقدي وما هو نقد ذاتي وما هو نوع من السخرية في بعض المرافقين، لأن لا يخفى على من خالط أو عاشر الرويس أن هناك دائما بعض ما يسمى بالحشو في الكلام أو ما يسمى بالعامية، حشيان الهضرة أو ما يسمى بمثل هذا، أو نوع من السخرية، نقد السخرية، انتقاد وسخرية للبعض في قالب مغلف برمزية خارقة. قلت هذه القصيدة تطرق فيها الدمسيري إلى عدة مواضيع، بما فيها الهوية الأمازيغية، بما فيها عدم اكتراث ولا اهتمام
الدولة بالأغنية الأمازيغية كأغنية أصيلة وكأغنية مغربية أساسية، نعم، نظرا لعدم إعطاء أهمية لهذا اللون من التراث الفني المغربي الأصيل. انتقده قلت الدمسيري في هذه القصيدة، كما انتقد وضعيته الصحية والعمرية وكذلك ما تعيشه الأغنية، وانتقد كذلك محيطه الاجتماعي والفني. قلت هناك عدة أهداف أراد الدمسيري أن تطرق لها الدمسيري في هذه السهرة، وكما سبق لي أن قلت أنني سأدلي بالقصيدة كاملة وهي لدي هنا، وهي في هذا الشريط. سوف ومعذرة إن لم يكن الصوت في المستوى المطلوب إن لم يكن الصوت في المستوى المطلوب إلى الجمهور الذي وجده في المناسبة، وكذا الفنانة الذين التقى
بهم في تلك المناسبة. ذكر الباز وفي غد الباز فغد الحامدي، ذكر الباز وذكر الحامدي رحمه الله، وذكر الحج أحمد الريح كذلك، وذهب إلى بيهتي. وكما سبق لي أن ذكرت أنه اجتمع هناك أهرامات الأغنية الأمازيغية، وذكر كذلك كما قلت بيهتي، وقال له غريكش السيتروين الخارجي الرئيس بيهتي صمحي باريزي رواحتك كاوية غرباس الغربي باب الكبير اللي قوني في الجيجي نسود قيساتاي شغيس اللوزي ولا الحج حماد الريحي بيدي الطشروني قاتي تسنري بابي يعني صغانا قالر تتقصدي. وتطرق هنا أريد لا أريد أن أطيل الشريط، ثم ذكر أنه هناك إلا الشوا دي فلوس ولا اللوز، هناك الشواء والدجاج واللوز والريفضور، والريفضور كذلك كالشتاء يصب علينا من السماء كالشتاء هنا كذلك، والبخور العود القمري وما يشبه هذا، وتحدث عن من أتى من أكادير وهناك من أتى من الغرب وهناك من أتى. هنا لا أريد أن أشرح، قلت تطرق هنا إلى عدة مشاكل، وتطرق هنا إلى أصدقائه الذين يتواجدون في الذين التقى بهم، كما تطرق في هذه الأغنية إلى ما تعيشه الأغنية، كما قال مقرن تيوي من الخبر يسديت الضد خنين كافي ويغش لوح العيب نشاغ رومي قرن بلا السباب نكات كرفيس نشاو لا صلاة برجلن في الأغلب باب وي الحديد أزوغ دوكر غلب غنكن ساعود يوفر قبر تدلي تزود مكاد مقرن تنضم الفوقسيد يفاغ بطاري جاش في لاتيل. هنا تحدث عن المضايقات التي تعرض لها عندما يدافع عن الهوية الأمازيغية، وقال أن على الأمازيغ أكل العصا وأنه أغرقت عليه أبواب من الحديد كأنه اختلس أموال بنك السعودية، وأنه أكل الخبز اليابس بدون سباب، ولو أنه ينظم 1000 قصيدة صاحب الطريجة أحسن منه لا قيمة له. ثم ذهب إلى كما قلت إلى شعر الغزال حيث قال إقنضة الطضن غلبيد الحرمة بنتي الشهوة والريد، أريد أن أغض عن بصري وأن أرد أن أكبح شهواتي أدن غرتي رمت زنقاض، لا أريد أن تبحث لي عيني عن الغزلان ونظري تاقنت للصيد لن أقوى على الغابة ولا على الصيد، ونظري تاقنت للصيد ولا السلاح رميني خوى وفود وكذلك السلاح قد السلاح كذلك قد تحطم لي والركاب والركبة وركبتي هرموا أي هرمت، أرغد ترمي لقتي سنشيب بدأ الزمان يبين علي أنني شخت وهرمت، انضل بربي السطرات الكمد أطلب الله أن يستر ما بقي أما فقد وصل، انضل بربي السطرات الكمد ألوقت كنت قريا مود لقد وصل وحان وقت الحصاد أيها الحق أيها الفدان، أي أنه قرب أجله. وهنا قلت هنا تطرق إلى عدة مسائل وعدة مشاكل، ما هو غزل وما هو وما هو، ولو كانت عندي وقت لما تركت الشريط، ربما سأترك منه شيء لكي تستمعوه مرة أخرى. هنا الرأي
سبيتي سبحانه
وكان ما إلا نغت السفيفة بهرا سيناد كالكسي لان اللي يسول بن سير تبيه التين يختاد يسول يسول بن سير في يدوك تنطغو سيوين يسول يس في مدوكال نسنيت يحرق يس يمكن الناقد يمكن الفراج يمكن الغزال يمكن فريغت يسول يغاي اللي يتسرتيت يسول غلي يسول سماقي التمازيغ يسول يس في يدوك تنطغو سيوين دوا ماكن اللي فبدا يسول انت اللي سني غشكو ويمكن إسرائيل زود أمريكا ويمكن زود نظورة إسرائيلي زندي نظورنا أرتيني غلي نظور لان أرد ردني غرلين إلا سولا وليني استغار أستا دغيكا حتى زمز أن لي غلا وصولي جين تنايا إباد لك لسينا يبرم الفلك وصولي جين الفلك لي دا يتوخ تنتغاوسي وين نفلنت وصولي جين تغيكي جانت وكان رد نغتي أمرجد إلا إلا ويا إلا جست لازل تسفيفت دوك تستملع تستملع الفيديو اللي تكلم قدام أتزرق به تولن تشكو غيدي نغيس به تيزو دي غاس غيسي نبرك رد السولي رد به تيغم مثلا تسفيفت عن قدام هذا سينا غيدا ترغيس حتى الجاغ برك بيت التنين زود أكليس نغاري تلي وانا نغير نغرين ضمنا نقورنين بغينا وخا نتنغان مدنورة تفهمن من تنغراتسن أردنا فيه من السنة ما دسكرنا وخايك مزلغة قرأنا يخصيت قرأت الفراج تقال الفراج تقال الفراج تقال نتي ميك تزيار نقراتسن وكنا رايق دي أنشكا تنميرت أيو زنون لأرتيكلي تغني لهواشر من بوركين هذا أنفلاغي ستربي الجاهة من كورونا دي زوز ربي تيفاوت أنيسيو ورنزيز نوري داخل الحلاش كل عيد نغز كوساد نعيد سيت غرس اليور نميار راون تيني ختان ميرت ارتيكلي تيرني اخواني اخوة نساتي سيداتي ساداتي اخواتي اخواني سأودعكم رغم ان الى سنة عيد مبارك سعيد رغم ان هذا العيد مر بطقوس غير عادية التي لم نألفها الا اننا نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الويل وهذا الوباء في اقرب الاجال والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا على الاستماع.